بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اخر حاجه في يونت 2 الانفستمنت في الايه، في الديت سيكيورتيز. طيب هنا مثلا حبيت انوه عشان جلايم جايب لك الامثله بتاعته مش جايبها بونت. احنا كل الديت سيكيورتي بالنسبه لنا، انت بالنسبه لك السندات اللي احنا عارفينها، قال لك في اشكال تانية من السندات، من الحاجات اللي هي بتتعامل كانها ديت سيكيورتي زي الايه، بريفيرد ستوك اللي هي الزام انها تبقى قابله للاسترداد، تمام؟ وبرده البريفيرد ستوك اللي هي ايه، قابله للاسترداد بس ما هو يبقى فيه اوبشن. وفي حاجه اسمها ايه، كولاترايز مورتج اوبليجيشن، سي ام او. الحاجات دي بنعملها كانها ايه، ديت سيكيورتي برده. حلو. طيب الديت سيكيورتي المعيار قال لك انت عندك 3 كاتيجوريز موجودين عندك هتعملهم فيها، ممكن اصنفهم كواحد من 3 كاتيجوريز. ايه هما؟ قال لك الاولاني هيلد تو ماتيوريتي، والتريدنج والافيربل فور سيل. طب يعني ايه الكلام دوت؟ الهيلد تو ماتيوريتي دوت اللي انا اشتريت السند دوت، والسند ده يستحق بعد 5 أو 10 سنين، نيتي وانا بشتريه ان انا احتفظ بيه لغايه تاريخ الماتيوريتي بتاعته. يعني انا اشتريته 2020 هيستحق بعد 2030. انا عندي البوزيتيف انتنشن والقدره والابيليتي اللي انا احتفظ بيه لغايه سنه ايه، 2030، تمام؟ فبعامله بحاجه اسمها امورتايزد كوست، بسجله بالبريزنت فاليو وبقعد اعمل له وايندنج اب، سواء كنت شاريه ببريميوم او بديسكاونت، شاريه بخصم او شاريه بعلاوه، ده هنشوف ازاي، تمام؟ وبقعد اعمل له امورتايزيشن لغايه ما اوصل لايه، للماتيوريتي بتاعته. حلو كده؟ وبسجل منه. طبيعي انا لو هشتري سند هيبقى فيه هاخد منه ايه؟ انكم. بسجل انترست انكم، تمام؟ طب الجين والنص؟ لا مفيش، طالما انا شغال امورتايز كوست مفيش. طب التريدنج؟ التريدنج زيه زي الايكويتي بالظبط، تمام؟ طب ايه هي التريدنج؟ الاسهم اللي الشركه، السندات اللي الشركه بتاعتي مشتريها والنيه بتاعتها ان هي تتاجر فيها، هتبيعها اول ما تلاقي السعر بتاعها انا هتبيعها. طب بشتغلها ايه؟ بشتغلها الفير فاليو ثرو انكم ستيتمنت. يبقى التريدنج بشتغل فير فاليو ثرو انكم ستيتمنت. طب بسجل انريلايز هولدنج جين ولوس؟ اه بسجل في الانكم ستيتمنت بتاعتي. وبسجل انترست انكم؟ اه بيجي لي منها انترست انكم، تمام؟ ماشي. الاختلاف ما بين الايكويتي والديت سيكيورتي ان انا هنا بيجي لي انترست انكم بشكل دوري، سواء كان كل 6 شهور او كل سنه، لكن في الايكويتي مفيش الكلام دوت، تمام؟ طيب طب الافيربل فور سيل بقى، قال لك الاسهم اللي انت ما صنفتهاش ولا هيلد ماتيوريتي ولا تريدنج، هي دي الافيربل فور سيل. طب بصنفها ازاي؟ قال لك بتصنفها بالفير فاليو ثرو او سي اي، تمام؟ اذر كومبرهنسيف انكم. يبقى الفرق ما بين التريدنج والافيربل فور سيل ان انا الاثنين بصنفهم فير فاليو، بس هنا الجين والنص بيروح للاو سي اي، وهنا بيروح للايه، في النت انكم، تمام؟ والانترست ريفينيو برضه بيروح فين عندي؟ في الانكم. يبقى انا عندي كام تصنيف يا شباب؟ كام تصنيف يا شادي؟ 3. هيل تو ماتيوريتي وتريدنج وافيربل فور سيل. هيل تو ماتيوريتي بعمله بالايه؟ امورتايزد ايه؟ بالامورتايزد كوست. والتريدنج في الفاليو ثرو ايه؟ انكم ستيتمنت. والافيربل فور سيل في الفاليو ثرو ايه؟ اونر كومبريهنسيف انكم. تمام؟ تمام. طيب تعال نشوف اول حاجه الهيلد ايه؟ تو ماتيوريتي، الامورتايزد كوست. برضه هنا جلاين ما كانش جايب فيها اي امثله. انا جبت لكم سيل من كيس برضه. طيب قال لك في الهيلد ماتيوريتي انت بيبقى عندك البوزيتيف انتنشن ان انت تحتفظ بالسند ده لغايه تاريخ الاستحقاق. الانيشال ريكوجنيشن بتاعه زيه زي اي حاجه، هتقول ايه؟ ديبت الانفستمنت كريت الكاش. تعال نشوف المثال. بيقول لك افترض ان الشركه بتاعتنا، خلي بالك من حاجه، عايز اوضح لك بقى حاجه قبل ما ابدا شرح المثال. انا لما باجي اعمل انفستمنت في الديت سيكيورتي في عندي تو ريتس. في عندي الريت بتاع الانترست اللي هو بيديه السند اللي انا هستثمر فيه اللي هو في المثال بتاعنا هنا 8%، وفي عندي حاجه اسمها الافكتيف انترست ريت اللي هو سعر الفايده السائد في السوق اللي هو في المثال بتاعنا هنا 10%.
تمام. طب انا كشركه مصدر سند بيدي 8%، انت كانفستور هتشتري ليه طالما سعر الفايده في السوق 10%؟ مش لازم اديك ميزه عشان تشتري، صح كده؟ اشتريت ديسكاونت مش كده؟ بالظبط، هبيعه لك بديسكاونت، صح كده ولا لا؟ طب نفترض انا السند بتاعي ما كانش بيدي 8%، كان بيدي 12% انترست. طب انا راجل عبيط عشان ابيع لك السند اللي بيدي 12% والسوق الفايده فيه 10%، يبقى انا ساعتها هبيعه لك بايه؟ ببريميوم. تمام؟ فاهمين كده؟ فاهمين الحته دي ولا لا يا شباب؟ تمام. طيب تمام. المثال بتاعنا هنا كان السند بتاعنا ده بيدي 8% وسعر الفايده سائد في السوق 10%. فانا عشان اديك موتيفيشن ان انت تشتري السهم بتاعي، او حتى اسيبك موتيفيشن، انا كده كده بستخدم جداول بريزنت فاليو، فهبيعه لك بديسكاونت. فهنا دي الحسبه بتاعت الايه؟ عشان تعرف ال 92,000 دي جت منين. فانت ايه الاسهم؟ هتاخد اسهم قيمتها $100,000 يا باشا النهارده، هتستحق بعد 5 سنين سندات يا ربي قيمتها $100,000، هتستحق بعد 5 سنين وهتدفع فيها كام؟ 92,278. حلو كده؟ فديبت الانفستمنت الكريدت الايه؟ الكاش. طب الاسهم بتاعتك دي كانت بتدي فايده 8% بتدفع كل 6 شهور، مره يوم 1 جولاي ومره يوم 1 يناير. حلو؟ طب يوم 1 جولاي 2019 بعد 6 شهور انت استحقيت اول جزء من الفايده اللي هي كام؟ اللي هي 4000، اللي هي 100,000 في ايه؟ في 8% على الاثنين. فنقول ديبت الكاش بكام؟ ب 4000. بس انت لما هتيجي تحسب الطرفه الثانيه الكريدت هتقول الانترست ريفينيو بكام بالفلوس اللي انت دفعتها 92,278 في الافكتيف انترست ريت، مش الريت اللي انت بتاخده على الاثنين اللي هي ال 50%، لان هي ايه ال 10% دي سنوي anyway. تمام، هتطلع كام؟ 4614. فانا عندي هنا طرفه المفروض هرميها عشان الانتري اتظبط معايا طرفه ايه؟ ديبت، صح كده ولا لا؟ الطرفه الديبت دي هزود بيها الانفستمنت، فاقول ديبت الانفستمنت ب 614 وهتني ماشي كده لغايه الماتيوريتي ديت بتاع الانفستمنت، ازود فيه بالفرق ما بين الانترست ريفينيو والفلوس اللي انا باخدها الفعليه، عشان اوصل ال 92,000 دي في تاريخ الاستحقاق لل $100,000 اللي انا هاخدها. لقطين يا شباب؟ ماشي. ايه؟ ماشي تمام يا محمد. لقطين ولا عيد تاني؟ حساب الانفستمنت اهو، انا جيت لما اشتريت حطيت فيه 92 278، بس انا بعد 5 سنين هاخد كام؟ 100. فانا مطلوب عايز اوصل دول ل 100,000 اللي انا هاخدهم، فكل مره هعمل كده. طيب يوم 31 ديسمبر 2019 انا استحق لي الفايده الثانيه بس انا لسه ما خدتهاش، هحسبها فهقول ديبت الانترست ريسيفبل بكام؟ بال 4000، مش هيتغيروا دول طول الفتره. طب كريدت ايه؟ الانترست ريفينيو هحسبها ازاي؟ 92,892 اللي هي عباره عن ال 92,872 زائد ال 614، تمام؟ في 10% على الاثنين تطلع 4645، وال 4645 دولار ولا 645 دي يا ربي هزود بيها حساب الانفستمنت برضه. هنا نفس الكلام، يعني هنا ده زاد ب 614 وده بكام؟ ب 645. في نهايه السنه هيبقى عندي في الكرنت اسيتس انترست ريفينيو كام؟ ب 4000 اللي انا هاخدهم يوم 1 يناير بكره، تمام؟ وحساب اللونج تيرم انفستمنت هيبقى فيه 33,537 اللي هو عباره عن ال 92,278 زائد ال 614 زائد ال 645، صح؟ وهيبقى عندي في الانكم ستيتمنت بتاعتي ريفينيو بكام؟ ب 9,259 عباره عن ال 4614 زائد ال 4645. حد عنده سؤال في الحته دي ولا كده تمام؟ لا تمام، هي بس تتلخبط شويه بس تمام. اه هي ما هو جلام تجنب المثال اصلا، قال لك انت بص جلام شرح ايه، قال لك هتقول ديمت الانفستمنت كريدت كاش،
ما كملش ايه؟ يعني انا البالانس اللي عندي في الانفستمنت هو ده اللي انا بحسب عليه اللي هو الناحيه الكريدت. الناحيه بحسب يعني البالانس اللي عندي بضربه في الايفكتيف انترست ريت ونزله ناحيه في الكريدت بتاعي في الكريدت طرف الكريدت. الله ينور عليك. والديفرنس ما بينهم يبقى هو ده اللي بعمل اللي بعمله اللي بزود بيه الانفستمنت بتاعتي لغايه ما يوصل ل الفرق اللي هو البار فاليو بتاعت او البتاع ده نديم. ماشي اوكي تمام تمام. هو الموضوع بس ايه هي الفاينانشال انسترومنت من الحاجات اللي الناس بتبقى دماغها بتروح فيها شويه بس هو سهل يعني لو عشان بس هو ممكن جديد علينا يعني اي حاجه بتبقى جديده على الواحد بيحس ان هي مختلفه شويه بس بعد كده بتحس الدنيا سهل. التريدنج هي نفس التريدنج بتاعت الايه اللي خدناها في الايكويتي. تعال ناخد مثال على طول. بيقول لك الشركه بتاعتنا اشترت ايه كام شير 1000 ماشي اللي هي الايه المانديتوري ديمو بريفيرد ستوك ريت اللي قلت لكم عليها في الاول وعمل الكلاسيفيكيشن بتاعها صنفتهم اللي هم يبقوا ايه تريدنج. اشتريتهم امتى؟ يوم 1 اكتوبر يير 1 تمام. وبعتهم امتى؟ يوم 1 مارس يير 2. فقال لك خلال الفتره دي الشركه بتاعتنا دي يا سيدي هتعمل الايه. تعال نشوف الانتري بتاعتنا يوم ما اشترينا الاسهم دي كان سعرها كام؟ 15 صح كده؟ طيب فهنقول ايه ديبت التريدنج سكيورتيز ب 15 كريدت الكاش ب 15 ما فيهاش اي مشكله. طيب يوم 31 ديسمبر يير 1 ايه اللي حصل؟ الفير فاليو بتاعتهم كانت كام؟ 14. انا كده كسبان ولا خسران يا شباب؟ خسران. خسران بكام؟ 1000 دولار صح؟ هقلل بيهم الايه؟ حساب الاسيت بتاعي دوت فاقول ايه؟ ديبت الانريلايزد هولدنج لوس بال 1000 دولار كريدت الايه؟ احسب الفير فاليو ادجستمنت تمام. طيب جيت يوم 1 مارس يير 2 انا بعتهم بكام؟ 21. اقول دي بكام؟ ب 21 كريدت ايه حساب التريدنج سكيورتي ب 14 وانا عملت جين كده بكام؟ ب 7. دي طريقه في الكويت جلايم عاملها. في طريقه ثانيه لان جلايم هنا عامل حساب اسمه حساب فير فاليو ادجستمنت. بصوا الحساب ده بالظبط كده زي مثلا حساب الفيكسد اسيتس وحساب الاكيون بتاعه فاهمين تمام. طيب فانا هقول ديبت الكاش زي ما هو ب 21. طب حساب الايه الفير فاليو ادجستمنت ده فيه 1000 لوس فهتبقى ديبت ولا كريدت؟ هتبقى ديبت برضه بال 1000 دولار. والتريدنج سكيورتي هحطها بالقيمه اللي انا حصلت عليها فيها اللي هي ال 15 ورجينا هيطلع عندي 7 برضه اللي هو 22 ناقص 15 يدينا كام؟ 7. تمام كده يا شباب؟ تمام ولا ايه؟ اوكي تمام. يعني بلايم بلايم ايه؟ نعتبر ان دوت انها كونترا اسيت اكونت. ما هو فعلا كونترا اسيت بالظبط. اه ما بيغيرش قيمه الاسيت او الانفستمنت وبيغير الحساب الكونترا بتاعه زي ما انت قلت زي الاسيت والاكيون. اه هما طريقتين في المعالجه ممكن تشتغل كده وممكن تشتغل كده الاثنين صح تمام. طيب طب الافيلبل فور سيل قلنا بتتقيم بالايه؟ قلنا الاول ان هي الحاجات اللي انا ما قلتش عليها ان هي هيلت ماتوريتي او ايه او فير فاليو هشتغلها ايه يا جماعه؟ قال لك هتشتغلها افيلبل فور ايه؟ فور سيل. طيب هسجلها ازاي؟ قال لك اول حاجه هتقول ديبت الافيلبل فور سكيورتي كريدت الكاش زيها زي اي حاجه. طيب الانريلايزنج هولدنج جين واللوس ده هحطه فين؟ قال لك هنا خلي بالك هي زيها بالظبط 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 زي الفير فاليو بس الاختلاف في هنا اللي انا بحط الجين واللوس فين؟ في الاو سي اي. هو ده الاختلاف الوحيد ما بين الاثنين تمام؟ طيب تعالى ناخد المثال بتاعنا ده.
طبعا لازم يعدلكوا كل مرة. ماشي. بيقول لك في واحد ابريل يير 1 الشركة دي اشترت 1000 ايه؟ 1000 تشير برضو اللي هم الريتيرن ديت. تمام؟ وبعتهم، بيقول لك وبعتهم امتى؟ في 1 مايو يير 3. اشتريتهم بكام؟ اشتريتهم ب 25 وفي ايه؟ ودي القيم بتاعتهم 31 ديسمبر يير 1 و31 ديسمبر يير 2 وهي بعتهم ب 31. طب ال 1000 في 25 يبقى ديبت الافيلبل فور سيكيورتي ب 25000، كريت الكاش ب 25. طب يوم 31/12 قيمتهم بقت كام يا شباب؟ السهم الواحد 32. يبقى انا عندي هنا جين ولا لوس؟ جين. جين 7 دولار. السهم كسبان معايا 7، يعني 7000 دولار في الاسهم كلها. هزود بيه، انا شغال فير فاليوس او سي ار، فاقول ديبت الافيلبل فور سيل سكيورتي ب 7000 دولار، كريت الانريلايزد هولدنج جين ب 7000 دولار. وعندي هيبقى عندي ايضا عندي ده فين بقى؟ الجين اللي انا حطيته ده الستيتمنت اوف كومبرهنسيف انكم مش في الانكم ستيتمنت، بكام؟ ب7. طب والبالانس شيت عندي يبقى فيها ايه؟ يبقى عندي في السكشن بتاع الاسيتس موجود عندي الافيلبل فور سيل سكيورتي قيمتها بقت بكام؟ ب 32. تمام؟ وحساب الاكيوميتد او سي اي هيروح له من الستيتمنت اوف كومبرهنسيف انكم كام؟ الايه؟ ال 7000 دولار ديت. حلو كده؟ طب تعالى نروح السنة اللي بعدها. في 31 يناير يير 2 كان السهم بكام؟ ب 27. طب أنا هنا كسبان ولا خسران؟ أنا كنت خليته بكام آخر مرة؟ 32 فكده خسران. 5 صح؟ فأقول ديبت الأنريلايز هولدنج لوس كريت الأفيلبل فور سيل سكيورتي ب 5. حلو كده؟ وهيروح للستمنت أوف كومبرهنسيف إنكم برضه أو سي أي إيه 5000 خساير. وهيبقى عندي في الأسيت سيكشن هيبقى فيها كام؟ 27. وفي الاكيوميتد او سي اي كان في 7 السنه اللي فاتت، مش انا كنت مودي هنا 7 صح؟ فاكرين السبعه اللي انا وديتهم؟ السبعه دول هيدخل عليهم 5 خسائر، هيفضل لي كام؟ 2. لاقطين؟ ماشي مظبوط. تمام. تمام؟ طيب. تمام. انا جيت بعتهم امتى بقى؟ 1 ماي يير 3. بعتهم بكام؟ 31. فقلت ديبت الكاش ب 31. طيب انا عندي الافيلبل فور سيل سكيورتي متسجله بكام كاسيتس دلوقتي؟ كنا اخر مره ب 27 صح؟ يبقى كريدت الافيلبل فور سيل سكيورتي بكام؟ ب 27. طيب طب انا مش عمال في حساب بتاع او سي اي عمال ارمي فيه الجين والنص بتاعي، اروح ابص عليه انت فيك كام يا عم؟ قال لك انا فاضل فيها 2 ايه؟ جين. فاقول ايه؟ الجين بتاعي ده هسجله وديبت الايه؟ الاكيومنتد او سي اي ب 2000، والفرق ما بينهم هيبقى ايه؟ ال 6000 دولار. جلايم هنا برضو الحساب بتاع الفير فاليو ادجستمنت ما ايه؟ ما خدوش في الحسبان اللي انا شغال عليه دوت. ماشي؟ اشتغل بالطريقه الثانيه دي برضو ايه؟ الطريقه الثانيه في الكويب اللي انا هقول ديبت الكاش ب 31 والاكيومنتد او سي اي بال 2000 والافيلبل فور سيل سكيورتي ب 25 اللي انا اشتريتها بيها. انا كنت شاريها ب 25 اول مره. تمام؟ والافيلبل فور سيل سكيورتي في الفاليو ادجستمنت ب 2000 لان هنا انا حاسب جين. تمام؟ والفرق ما بينهم هيبقى الجين. تمام كده يا شباب؟ تمام ولا ايه؟ تمام. تمام. طيب. طيب لو حصل امبيرمنت بقى على الاستثمارات بتاعتي اعمل ايه؟ المعيار هنا لما جه يتكلم في الحته دي قال لك لو الامبيرمنت دوت خلاص يعني مش هيرجع تاني يبقى انت لازم تخفض الانفستمنت بتاعك، يبقى وانت يبقى عندك انديكيتورز، يبقى الموضوع بروبابل ان انت خلاص السهم السند دوت نزل. طب قال لك بالنسبه للتريدنج ده، التريدنج اصلا ما فيهوش امبيرمنت لان انت كده كده كل مره بتقيسه بالفير فاليو. حلو؟ وكده كده بيخش الانكم ستيتمنت. طب بالنسبه للافيربل فور سيل، الافيربل فور سيل انت بتقيسه بالفير فاليو بس ما بتدخلهاش الانكم ستيتمنت، بتدخلها الاو سي اي. حلو كده؟ فعشان كده قال لك انت هتقيسه، هتشوف هتقارن ما بين الفير فاليو بتاعته والامورتايزد كوست. لو طلعت الفير فاليو اكبر من او بتساوي الامورتايزد كوست يبقى في الحاله دي انت ما عندكش امبيرمنت لان انت اصلا مسجله بقيمه اقل. طب لو طلع العكس،
الفير فاليو اقل من الامورتايزد كوست، يبقى انت عندك هنا اكسبكتد لوس. حلو كده، هتساوي ايه؟ هتساوي الفير فاليو ناقص الامورتايزد ايه، الامورتايزد كوست ايه بتاعتك. طيب بالنسبه للايه، للهيلد تو ماتيوريتي نفس الكلام، هقارن الفير فاليو بالامورتايزد كوست. لو طلعت الفير فاليو هي الاكبر مش هعمل حاجه. طب لو طلعت الامورتايزد كوست هي الاكبر، يبقى ساعتها ايه، يبقى عندي اكسبكتد لوس وهتتسجل في الايه، هسجل الخسائر بنفس الطريقه دي وهسجلها في النت انكم. تمام، هنا بيقول لك ان انت بتتعامل معاها الخسائر في الجزء بتاع الهيلد تو ماتيوريتي دوت، قال لك انت بتتعامل معاها زي ما كنا بنتعامل الكريدت لوس اللي كان بيحصل في الاكونت ريسيفبل. فاكرين كنا بنعمل الاونس ازاي وبنسجل الحاجه دي ازاي؟ محدش فاكر حاجه؟ طب تمام، طب تعالى ناخد المثال دوت. بيقول لك الشركه دي اشترت بمليون جنيه سندات في الشركه الثانيه، تمام؟ بعد كده الشركه بتقيم السندات دي، لقيت الفير فاليو بتاعتها كام؟ 800,000 دولار. حلو كده؟ وقال لك ان في بروبابل ان الفلوس دي خلاص، ان 200,000 دولار مش هيحصلوا، يعني هم يعني في بروبابل احتمال كبير ان خلاص الاسهم دي نزلت القيمه دي. طب انا هعمل ايه؟ قال لك هتسجل الاول، هتقول ديبت الباد ديت اكسبنس كريت الاونس فور داوتفول اكاونت، كان عملت لها مخصص اهو. تمام، طب خلاص وصلت لمرحله ان هي بروبابل والفلوس دي مش هتحصل. خلاص انت متاكد ان النزول ده مستديم، كانك بتعدم الدين، ديبت الاونس كريت الايه؟ الانفستمنت. تمام ولا ايه؟ الو ماشي، مباشر خالص. ايه ده؟ يعني زي ال اقول مباشر زي اللي بسيبه بالظبط. طيب الافيربل فور سيل برضو نفس الكلام، انت هنا بتقارن الفير فاليو بتاعتك، بتقارنها بالايه؟ بالامورتايزد كوست. فهنا مليون بمليون و100، وعند انت حاطط الالاونس بتاعك الاكسبكتد 110. تمام، طب انت هنا الاسهم الفير فاليو مليون و100، فانت عندك هنا لا ده خلاص يا عم، ده انا هسجل ايه؟ جين اصلا ب 100,000 دولار. طب هنا انت عندك هي بمليون والفير فاليو 960، هسجل حاجه؟ لا مش هسجل حاجه اصلا، ده انا هنا ايه، انا مسجل باقل من الفير فاليو بكام؟ ب 40,000. لاقطين؟ طيب عندي الامورتايزد كوست هنا 100، والفير فاليو كام؟ 860. يبقى انا عندي ايه؟ لا انا كده لازم ايه، اسجل ايه؟ لوس. هتسجل لوس بكام؟ طب انت عامل الاونس ب 110، هحط 110 اللي انا عاملهم دولت في الاونس، وال 30 دي لازم اسجلها لوس immediately. تمام؟ طيب الشركه في البروتوفوليو بتاعتها وهي شغاله ممكن تحول حاجات من التريدنج الافيلبل فور سيل وهكذا، ماشي؟ احنا قلنا عندنا سيتي كاتيجوريز، فممكن خلال الشركه تبقى مثلا جايبه حاجه مخليها هيلت ماتيوريتي وترجع في كلامها مخليها تريدنج وتخليها افيلبل فور سيل. فايه اللي بيحصل؟ قال لك في تاريخ الترانسفير ده لازم كله هقيس بالفير فاليو، يعني من اي كاتيجوري لاي كاتيجوري لازم في تاريخ الترانسفير دي هقيم الحاجه بتاعتي دي بالفير فاليو. حلو؟ طيب بعد كده هعمل ايه؟ قال لك هتقيم الفير فاليو وهتشوف عندك جين ولا لوس وهتسجله في الانكم ستيتمنت. قال لك لو انت هتحول من التريدنج لاي كاتيجوري تاني، قال لك ايه؟ unrealized holding gain or loss it has already been recognized in income so no adjustment is necessary. يعني انت خلاص انت كده لما هي كانت في التريدنج كان الجين واللوس بنوديه فين؟ في الانكم ستيتمنت، فخلاص مش هتعمل اي حاجه، اللي بيخش الانكم ستيتمنت ما بيطلعش تاني، ده دخل انكم وهنسيبه خلاص. حلو كده؟ طب لو انا هحول من اي كاتيجوري للايه؟ للتريدنج، هنقيس بالفير فاليو برضو وهنريكوجنايز ايه؟ في الكرنت ايه؟ ايرنينج. خلاص بقى طلعت مثلا في جين ونص، هسجله برضو في الايه؟ في الانكم ستيتمنت والموضوع انتهى. طب هحول من هيلت ماتيوريتي للافيلبل فور سيل. احنا قلنا الافيلبل فور سيل بيعمل ايه؟ فير فاليو ثرو ايه؟
other comprehensive income. يبقى هكريت الحساب بتاعه هخليه بدل ما كان held to maturity available for sale واقيسه بالفير فاليو والجين واللص هوديه فين؟ الـ OCI. طب من available for sale لـ held to maturity قال لك amortized gain or loss from other comprehensive income with any bond premium and discount I amortization. هو بيقول لك ايه هنا؟ مش انت وانت حاطط الاسهم دي available for sale كان الجين واللص بنحطه في الـ OCI؟ صح كده؟ فطبيعي في الفترة دي هيبقى متسجل جين او لص، صح كده ولا لا يا شباب؟ فقال لك هتأمورتايز دي الجين واللص في الـ OCI دوت كأنه بريميوم او ديسكاونت. شفت احنا في الاول مثال خدناه هنشتغل على الجزء ده كأنه بريميوم او ديسكاونت بالشكل ده لغايه ما صفره. تمام. اهم حاجه عايزك تعرفها ان انا في تاريخ التحويل بقيم بالايه؟ بالفير فاليو وبسجل الجين والنص بتاعها في الانكم ستيتمنت في التريدنج وهكذا. شباب معايا ولا ايه عشان هنحل دلوقتي؟ رحت فين؟ معاك يا يلا بينا. يلا شادي اول سؤال، كل واحد يخش معايا في السؤال كده. معاك. طب بيقول لك investments classified held to maturity بتتقاس بايه بقى؟ Fair value with unrealized gain or loss reported in net income ولا fair value؟ ايوه بتتقاس بال amortized cost. الله ينور عليك. يبقى هتبقى انهي واحده اللي فيها amortized cost؟ الاجابه دي. دي تمام استاذ. مينا هيخش يحل السؤال ده؟ مينا طيب معاك. طيب بيقول لك الشركه بتاعتنا دي اشترت بوند ات ايه؟ ات ديسكاونت اون اوبن ماركت. بيقول لك هذه انفستمنت اند هاز عندها النيه والابيليتي ان هي تهولد ذيس بوندز تو ايه ماتيوريتي. حلو كده؟ عندها القدره والنيه ان هي تحتفظ بالسندات دي لتاريخ الاستحقاق بتاعها. بيقول لك اكسنت ان الكشن اوف فير فاليو اوبشن. في حاله ان هم ما اختاروش الفير فاليو اوبشن، يعني مش انا كنت قلت لكم ان المعيار بيسمح ان انت تختار الفير فاليو اوبشن عامه. فبيقول لك ان الشركه دي المفروض تصنف البوند دي ايه؟ بي. الله ينور عليك، لانها عندها القدره البوند عشان عندها القدره الابيليتي والنيه ان القدره والنيه اللي هي تحتفظ بيها التاريخ الماتيوريتي دي. مين جاي في السؤال دوت؟ مين معانا؟ طيب نشوف مين معانا. سام طيب ايمان طيب بس ثواني بس اقرا ال طب بيقول لك which one of the following statements with regard marketable securities is incorrect. ايه من دول مش صح؟ بيقول لك in the trading portfolio of marketable equity security في التريدنج ال unrealized gains and losses are recorded on the income statement. دي صح ولا غلط يا امين؟ مين سمعيني كده؟ ايوه محمد هتبقى نمبر بي صح؟ هو السوق كان راح. لو كنت سامعك كنت سامعني ولا لا؟ لا ما كنتش سامعني، انا ما كنتش سامعك. السنين اللي راحت من عندكم؟ كده راجع تاني صح؟ تمام. طيب بيقول لك ان ذا تريدنج بورتفوليو اوف ماركتبل سكيورتيز هتبقى نمبر بي. خلاص انت حليتي. عشان ايه بتاع عربي خلاص. طيب السؤال ده بيسالنا على ايه هنا؟ بيقول لك عايز يعرف الهيستوريكال كوست اوف افيلبل فور سيل ديت سكيورتيز.
تمام. بيقول لك هي متسجله عندنا نون كارنت اسيتس دلوقتي، الرصيد بتاعها ديبت بكام؟ ب 96. والحساب بتاع الاو سي اي فيه رصيد ديبت كام؟ ديبت بالانس كام؟ صح. الرصيد فيه كام؟ حساب 19800. مين هيحل السؤال ده؟ السؤال ده هيتحل في ثانيه. عايز يعرف الهيستوريكال كوست بتاعتهم كانت كام؟ احنا كنا مشترينهم بكام؟ الاثنين على بعض الاثنين رصيد مدينه. بالظبط كده، يبقى الاجابه هتبقى كام؟ دي 116. الله ينور عليك. 116 250. الله ينور عليك استاذ هشام. طيب مين هيحل السؤال ده؟ مين ما حلش يا جماعه؟ حسن حليت؟ لا ما حليتش لسه. طب يلا بينا. يلا خش. طيب طيب هو بيسأل على ايه يا حسن؟ تعالى نقرا الاجابه الاول. الراجل ده طلب مننا ايه الاول؟ بيقول لك ايه؟ What is the net effect on the above items على نت انكم؟ ايه من اللي حصل في الاثنين دولت هيأثر معايا على النت انكم؟ حلو كده؟ تمام. تعالى نروح نشوف النقطة الأولانية بيقول لك إيه؟ بيقول لك في 31 ديسمبر يير 3 الشركة بتاعتنا دي عملت ريكلاسيفايد للسكيورتي اللي هي استحوذت عليها ديورنج جزائر ب 70,000 دولار. تمام؟ قال لك 50,000 فير فاليو. When it was reclassified from trading to available for sale. طيب مش احنا قلنا ان احنا في تاريخ اللي احنا بنعمل reclassification لازم بنقيس الاسهم بالايه؟ السندات بالايه؟ بالفير فاليو. والجين والنص بتاعها بيروح للانكم ستيتمنت، صح كده ولا لا؟ تمام. طيب هي كانت بكام؟ ب 70. ولما قستها وانا بعمل لها reclassification بقت بكام؟ كده الاولانيه. انا خسران هنا كام؟ 20. صح كده؟ تمام. أول نقطة. تعالى اللي بعديها. بيقول لك available for sale security costing كام؟ 75,000 دولار. رايتن داون ل 30,000 في year 2. أنا خفضتها كان فيها امبيرمنت وخفضتها ل 30,000 في year 2. فقال لك because of another. because خلي بالك احنا دلوقتي في year 3 ها؟ مش في year 2. تمام. أنا خفضتها ل 30,000 في year 2. بيقول لك because of an other than temporary impairment of fair value. كان في other than temporary impairment في الفير فاليو فعشان كده خفضتها. السنه دي سعرها عالي. حلو، بقت بكام؟ بقت ب 60,000 دولار. ده هيأثر على الانكم ستيتمنت. خلي بالك هي ايه؟ available for sale. يبقى ال available for sale بتتقايم بفير فاليو ثرو ايه؟ لو سي اي ما جابش. طيب يبقى انا الانكم ستيتمنت هتتاثر عندي بخسائر كام بس؟ 20. يبقى الاجابه هنختار انهي اجابه؟ سي. تمام كده؟ تمام ماشي. طيب احمد تحل معايا؟ احمد. طيب واضح ما فيش احمد. احمد المايك عنده بايظ شكله. طب مين يدخل تاني يا شباب؟ مين؟ مينا؟ يلا نبدا بمينا تاني. يلا يا مينا. طيب حاضر. معلش تعالى على نفسك. لا 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 مش مشكلة. أنا مستفيد يعني. بيقول لك في 2 جولاي يير 4 الشركة بتاعتنا دي اشترت شورت تيرم انفستمنت بكام؟ بمليون. فيس فاليو بيدينا عائد 8%. تمام؟ ماشي. ماشي. بيقول لك الماتيوريتي ديت بتاعتهم في 1 يناير ايه؟ يير 11. احنا اشتريناهم في يير 4. حلو كده؟ وبيدفع الانترست بتاعه كل سنه في 1 يناير. في 31 ديسمبر يير 4 البوند دي كان عندها فير فاليو كام؟ 945. 945. تمام كده؟ طيب بيقول لك اوت براير
وفي 13 فبراير غير 5 الشركه بتاعتنا باعت الحاجات دي بكام؟ 920. حلو كده. فبيسالك على ايه؟ بيقول لك في 31 ديسمبر اي 4 بالانس شيت اماونت. بالانس شيت وات اماونت شود الشركه بتاعتنا دي هتريبورت في البوند في الافيلبل فور سيل ايه؟ كلاسيفايد ان افيلبل فور سيل سكيورتي. هتريبورتها بكام؟ امتى؟ 31 ديسمبر يير ايه 4. حلو. خلي بالك المعلومه دي ما لناش علاقه بيها. ان هو بيقول لك هو باعهم امتى في يير 5. هو باعهم في يير 5، هو مالوش دعوه بيير 5، هو بيسال على 31 12 يير 4. بس 31 12 يير 4 كده يكون مالوش دعوه بيه. حلو كده. انا بسال على في 31 12 يير 4 انا احطهم بكام؟ حطهم بالفير فاليو اللي هي 945. بس خلاص كده. شفت سؤال عمال يلف ويدور بيك، والسؤال بص عامل ازاي؟ ما فيهوش حاجه خالص، صح كده ولا لا؟ لا تمام. بس لو انت فاهم في ثانيه. لو انت بقى الدنيا عندك مشوشه هتقعد تتمرجح، هتروح وتيجي معايا للصبح، صح؟ مين يخش السؤال دوت؟ هو خلي بالك فاضل اقل من دقيقة. طيب هو سؤال واحد اللي فاضل اساسا. يلا شني ولا امين؟ معاك يا محمد. طيب بسألنا على ايه؟ بيقول لك عايز what amount of loss should Sun report in the year 2 earning. الخسائر اللي الشركة دي هتحطها هتبقى قد ايه؟ تمام؟ فير كام؟ يير 2. طيب انا عندي هنا في 31 ديسمبر، عايزين نشوف في يير 2 كانت ايه الحاجه بكام؟ 31 ديسمبر يير 2 كانت عندي الاسهم دي قيمتها بكام يا شباب؟ 500. لا دي يير 1، 31 ديسمبر يير 1. لا كده يير 2. سوري يير 1، 31 ديسمبر يير 2. يلا شيرين؟ يلا. طيب هو بيسالني على ايه؟ بيقول لك what amount of loss should report in its year 2. انا الخسائر اللي هسجلها في year 2 قد ايه؟ طيب اول حاجه انا عايز اعرف انا الفير فاليو اللي انا قفلت بيها في year 2 قد ايه؟ انا قافل بكام؟ 490. طب تعالى نشوف ايه اللي حصل في الشركه دي. بيقول لك الشركه دي كان عندها investment كانت معامله ان هو ايه؟ trading. كان قيمته كام؟ 650. حلو. جت في 30 جولاي يير 2 الشركه دي قررت، خدت قرار ان هي هتحول الانفستمنت دوت، هتعمل له كلاسيفيكيشن وتخليه ايه؟ افيلبل فور سيل سكيورتي. خدت القرار 30 جولاي يير 2. حلو كده. انا في 30 جولاي يير 2 هروح احول البتاع ده بدل ما كان تريدنج احوله لايه؟ available for sale. فساعتها هو كان بكام؟ 150. وفي 30 جولاي كان بكام؟ 530. 530. حلو كده. خلي بالك هو 630. حلو كده. يبقى انا ساعتها هقيمه بالفير فاليو، صح؟ مش اتفقنا لما بيحصل الكلاسيفيكيشن بنقيم بالفير فاليو والجين والنص بيروح فين؟ التريدنج هيروح في الانكم ستيتمنت. الانكم ستيتمنت تمام. بس خلي بالك، بس احنا عملنا هنا حاجه مش مظبوطه. استنى عشان انا سرحت معاك، لان انا المفروض لما هاجي اقارن انا دلوقتي ايه اللي حصل معايا؟ ثانيه واحده. هو كان ب 650 وانا وديته كان ب 530 تمام. بس انا المفروض انا هاجي في 31 ديسمبر يير 1 وهو تريدنج اول تقييم للفير فاليو ليا، احوله من 650 لكام؟ ل 575. 650 ناقص 575. يبقى هو اصلا كان موجود عندي بكام؟ ب 575. حلو كده؟ ب 575. طب وانا اجيب بعد كده هعمله ايه؟ احوله لافيلبل فور سيل في نص السنه. صح كده؟ تمام. طيب يبقى انا هقارن بايه بقى؟
ال 575 هقارنها بال 530. 575 هقارنها بالكام؟ بال 530 صح كده؟ يبقى هيطلع كام عندي؟ 45. 45 تمام؟ يبقى ده اللي انا هسجله فين؟ الخساره ايه؟ الخساره بتاعتي تمام؟ في اخر السنه، في اخر السنه هو قل من 530 ل 490، عندي خساره تاني صح كده ولا لا؟ اه من 530 ل 490 هتروح في ال هتروح فين ديت؟ الله ينور عليك، هتروح في الاو سي اي لان هو فين؟ الفرق دي هتروح فين؟ الاو سي اي. الاو سي اي تمام. السؤال ده هتبقى ايه؟ يبقى 45 في الانكم ستيتمنت وبقيه الاو سي اي مش معايا. مش معانا irrelevant، بس انا يعني احنا بن ايه؟ بنتجلى زي ما بيقول. طب يلا السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه بقى بيسال الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها. هو نفس الجيفن بتاع السؤال الاولاني بس بيقول لك ايه؟ بتاع الايه؟ بتاع الـ available for sale. في الـ other comprehensive income. تمام. ال 40 بالظبط، لان كل حاجه تمام. تمام تمام. طيب احنا كده خلصنا الحته دي انفستمنت في الديت سكيورتي. حد عنده سؤال؟ شباب حد عنده سؤال في الحته دي؟ طيب تمام اظن تمام يا محمد. طيب هنقفل الفيديو ده على كده تمام.